صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأربعاء الجميل اللي يتبعه ثاني يوم الخميس الونيس، ولا نزال نقول إن الخميس هو يوم ونيس ويوم جميل، وما بقى شيء إن شاء الله على عطلة نهاية الأسبوع، لأن دائما أشجع الناس إنهم يخططون لعطلة نهاية الأسبوع عشان يستثمرونها بالشكل الأفضل، يجددوا فيها طاقتهم، مثل ما نسميه بالعامين، ويسعون صدرهم عشان تكون صحتهم أفضل لما يرجعون إلى العمل الأسبوع القادم. فاستغلال إجازة نهاية الأسبوع بالشكل السليم تساعدك إن أنت تجدد طاقتك وتريح نفسك من أثر الضغوطات والتوترات، الزحمة، الدوام، المدارس وغيرها، بالتالي تكون صحتك أفضل. طالما طبعا نتكلم عن الصحة، أكيد هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي طلع عليكم من الأثنين إلى الجمعة على مدى ساعة تقريبا، عن هو نناقش فيها المواضيع الطبية اللي تهمكم، نستقبل الضيوف اللي يناقشون مواضيع صحية، آخر خدمات هيئة الصحة بدبي، وأكيد نطرح من خلال البرنامج دراسة، خبر مثير للاهتمام، نعرف أنه يعني ممكن يفيدكم أو تكونوا مهتمين فيه فنطرحها في بداية البرنامج. وطبعا من الفقرات الثابتة عندنا دائما فقرة التغذية اللي أدري الكثيرين يتريونها ويبون يعرفون ما هي الفقرة التغذوية، ما هو الموضوع اللي سيتم طرحه. واليوم بنتكلم عن فاكهة جدا جميلة إن شاء الله، فقرة التغذية، فاكهة ما دي هو تعتبر فاكهة أعتقد، القرع، فأتوقع القرع هو مرادفة البوبر بالإمارات، يعني أتوقع إذا ما كنت غلطانة، القرع أو يسمونه بالإنجليزي البومكن، هو طبعا فاكهة جدا خلينا نقول شتوية أكثر، لأنها تدفي، يسوي منها عصيدة، من يطلخها للشتاء يبدأ عاد أكواب القهوة بامكن لاتيه وبامكن مافن، ويسوي كل شيء بالقرع لأن فاكهة تدفي، فكانوا دائما قديما يسوون منها عصيدة في الشتاء لأنها تدفي، على قولت أمي دائما تدفي القلب، يعني عصيدة البوبر. بتكون هذه فقرة التغذية اليوم. بس قبل ما نروح لفقرة التغذية وباقي فقرات برنامج صحة وسعادة، نروح للخبر. الخبر اليوم قريب إلى قلبي جدا، بما أني أنا شخص يعشق القرفة أو الجرفة. يقولك اكتشاف فائدة طبية مهمة للقرفة. أثبتت نتائج دراسة علمية أن القرفة فعالة جدا ضد الفيروسات، حتى أن فعاليتها تتفوق على البصل والثوم والفلفل. الحمد لله على الأقل الجرفة ريحتها حلوة. يعني توصل هذه النتائج علماء جامعة تورو الأمريكية الذين درسوا خواص القرفة، حيث تفاجأوا بفعالية عصارة هذا النبات في مكافحة الفيروسات. قد اختبر العلماء هذه الخاصية على فيروس في اكس الذي يحاكي الفيروسات المرضية الخطرة على الإنسان والحيوانات، واكتشف العلماء هذه الخاصية بعد مقارنة القرفة بنتاج استخدام عصارات البصل والثوم والفلفل والليمون والكاكاو والزعفران الأسباني، يعني كل مثل يقول لكم الأشياء المنزلية اللي دائما ننصح فيها عشان تقاوم الفيروسات، فاكتشفوا أن القرفة تتفوق عليهم جميعا. يقول باحثون لم نكتشف فعالية واضحة لعصارات النباتات الأخرى اللي ذكرناها، البصل والثوم وغيرها، في مكافحة الفيروسات، في حين كان أثر القرفة واضحا جدا. فمثلا نجح محلول مائي يحتوي على 5 ملي جرام من القرفة بالقضاء على الفيروس خلال 10 دقائق بشكل تام، وقد تبين أن عصارة القرفة تدمر الغلاف البروتيني للفيروس مما يمنع تكاثره ونشاطه. ولا ما يعرف تركيبات الفيروسات أهم شيء، يعني قولتنا بالعامية رأس مال الغلاف البروتيني حوالينا، إذا دمر خلاص الفيروس ينتهي. واستنتج العلماء أن تناول ملعقة طعام أو 2 من القرفة يوميا قد يكون مفيدا في الوقاية من الأمراض التي تسببها الفيروسات. والله زي أنا أسوي بيتي هذا من زمان، أنا الناس اللي تعرفني أنا لما موسم الزكام أنا ما أستخدم أدوية للزكام إلا فيما ندر، ورد أقول حسب الحالة، لكن أعتمد جدا على القرفة في مشروباتي، خصوصا أشرب القهوة أنا وايد القرفة جدا جميل، وحتى أمهاتنا كان دائما يقول إن الجرفة تدفي الجسم لما واحد يكون مزتشم وتعبان. القرفة جدا رائعة لتخطي أعراض الزكام، لما نكون مزجمين حلو تحطون جرفة مع الشاي، حطون جرفة مع القهوة. وغير شيء أحد الفوائد الصحية للقرفة، أعتقد وايد منا يعرفها، وايد يعني في السوشيال ميديا دائما يقولون عنها، ليه أهمية صحة القلب. في وايد دراسات تقول أن إضافة توقع ربع أو نصف ملعقة من القرفة لكوب قهوتك اليومي يساعدك على الوقاية من الجلطات اللي تصيب القلب وأمراض القلب، لأنها جدا
جدا جدا تنفع في وقاية من الجلطات وتحسين سيولة الدم في الجسم. فإذا في حد يسمعنا اليوم ما جرب أن يضيف قليلا من القرفة لفنجان قهوته اليومي، هذه رسالنا جميعا، نحن نضيف القرفة لفنجان القهوة اليومي لحماية القلب. وطبعا إذا عندكم زكام، أنا دائما أشجع أن نستخدم الأشياء اللي تعتبر شعبية بس مو شعبية وايد، يعني أنا دائما لما أقول شيء شعبي أخاف أقول شعبي لأنه الناس تروح للخلطات الشعبية الغريبة العجيبة ما يعرفوا شو مكوناتها، لكن هذا شعبي واضح. يعني في وايد ناس حتى في الشتاء تشرب الشاي الأحمر مع الجرفة، لكن دائما ننصح إن ما نغلي القرفة مع الشاي أو القهوة أو أيا كان، عشان ما نفقد عناصرة أو خصائص اللي موجودة في القرفة. وحسب علمي أيضا القرفة فيها مضادات أكسدة قوية، اللي مثل ما دائما نقول مضادات الأكسدة مهمة للوقاية من السرطان. ما نفوره او ما نغلي يعني باللغه الفصحى نقول ما نغلي مع الشاي، لازم نغلي الماي لوحده بعدين نحط حابين اوراق الشاي العاديه او اكياس الشاي تنحط في الدله او في الابريق، نحط عليها الماي المغلي ونحط عيدان القرفه او القرفه البودره اللي انتم حابين من غير غليان، ونخليه 5 إلى 10 دقائق بعدين نتناول المشروب. يكون طعمه جميل لذيذ مدفئ جدا للجسم، وعلى قولت امهاتنا يهدي حتى كحه الصدر. ففي اتصال ما شاء الله بداية البرنامج ما شاء الله، ناخذ اتصال، سامحوني طولت عليه يعني تحمس موضوع القرفة. صباح الورد، منو معنا؟ صباح الخير أسمى. أسمى صباح الورد. وقال يقول لي في اتصال، أقول منو ما شاء الله عندنا مستمع شاطر من البداية متصل زين يمكن اهتم بموضوع القرفة. أسمى الجناح تقول عن موضوع عن السوشيال ميديا، سامحيني أسمى وايد نطرتش على الخط لأني أحب القرفة فتحمس في الموضوع. قولي أسمى جديد السوشيال ميديا. إنزين، إني أخذ تقريبا الأشياء اللي صار في قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمنها اليوم أمس كان يوم العالمي للمرأة، ومن خلاله حطينا مجموعة من الأمور أو الفيتامينات والمعادن المهمة اللي لازم تكون عند المرأة، مثل يعني مثل يكون في توازن فيها. يعني في بعض الأشخاص من يسمعون فيتامينات يرون يأخذ فيتامينات زيادة، لا، هاي الفيتامينات والمعادن لازم يكون فيها بشكل صحيح، وهذا بيعرفونه من خلال الفحوصات أو أيضا استشارة طبيب الأسرة من خلال طبيبك المواطن أو المراكز الصحية. من ضمنها نقدر نقول الحديد، فيتامين ب 12، البيوتين، الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين د وحمض الفوليك. مع هاي الفيتامينات احنا حاطين شرح شو يسوي هذا الفيتامين في جسم المرأة وشو فوائده وشو الاشياء اللي يسويها. فاسم شيء احنا ننصحهم انه يشوفون النسخ اللي حطيناها وياخذون منها مزيد من التفاصيل. ايضا من ضمن الاشياء اللي موجوده حاليا واللي قاعدين نحطها على انستغرام ستوري حاليا، في ندوه يقوم بها هيئه الصحه بمناسبه شهر القراءه، وهي ندوه مع الكاتب رائد برقاوي للحديث عن كتاب من يجرؤ عن الحلم. وهذا الكتاب يتكلم عن كيف حول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حلمه الى حقيقه. هذا الكتاب ايضا موجود بعد الندوه في مثل حدث توقيع الكتاب، موجود ايضا هنا في هيئه الصحه في مركز الابتكار الصحي. ونختمها بالرساله الصباحيه لليوم، تقول رسالتنا اليوم: قد تعمل على مشروع جديد، نتمنى لك التوفيق، لا تخف ولا تجعل الخوف يفسد عليك نجاحك، انتقدها دائما. نحن المشكله نحن لما يعني نبدا مشروع جديد الخوف ممكن انه هو يخلينا نحن نتصرف تصرفات تخرب الفودك نحن نمسكه، تكون عقبة. الخوف دائما هو عقبة للكثير من الأمور اللي نحن نسويها. لذلك صح نبدأ على شيء جديد، لكن مهم ان نحن ما نخلي الخوف يتحكم فينا. لكن قليل من الخوف ما يضر، لكن كثير من الخوف يوقفك عن تحقيق أهدافك. نتمنى لكم الصحة والسعادة، وعساك دوم يا أسماء بصحة وسعادة. اليوم رسالة أسماء جدا مهمة، مثل ما شاء الله دائما ما تعطينا رسائل إيجابية كل يوم في صحة وسعادة، اللي هو قليل من الخوف لا يضر. بالعكس، في وايد دراسات أثبتت أنه لما الشخص يكون عنده قليل من الخوف يساعده أنه يجعل عقله أفضل في التفكير والتحليل. تعرفون نفس لما ننقل شخص من دوام لدوام، يعني من وظيفة لوظيفة أخرى في نفس العمل،
الشخص ما يحب التغيير هذا. ليش؟ لأن ينتابه جزء من الخوف، قليل من الخوف بسبب هذا التغيير. لكن دراسات أثبتت أن هذا التغيير اللي يسبب لك نوع من نوع الخوف الخفيف يساعدك أن أنت يجدد طاقة عقلك، لأن أنت لو تمت في نفس المكان فترة طويلة عقلك يدخل مثل ما يقولون السبات، ما يبدأ يفكر بطريقة سليمة، ما يبدأ يحلي، ما يبدأ يبتكر ويطلع أفكار جديدة. التغيير مثل ما دائما يقول ما حد يحبه، لكن التغيير جدا صحي، وأنا إنسان جدا أؤمن أن التغيير جدا صحي. في البداية قد لا نرتاح، ما نرتاح في المكان، لكن بعد التعود نكتشف أنه هو مكان أفضل إن شاء الله من المكان اللي إحنا طلعنا منه. فراح نروح إن شاء الله الحين لفاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقرة التغذية، ولا ننسى فقرتنا اليوم عن القرع وفوائده الصحية، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل ان فقرة التغذية اليوم تتكلم عن فاكهة القرع. القرع قيمته الغذائية وفوائده الصحية كثيرة. ربطت العديد من الدراسات والبحوث بين القرع وصحة القلب والعيون وجهاز المناعة بشكل عام. واليوم بنتكلم عن فوائد القرع بالتفصيل، ويصيرنا يكون معانا عن طريق الهاتف الأستاذة عرين الزوربة، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة عرين. صباح النور، صباحكم بالخير جميعا، وكل عام بخير إليك ولكل امرأة موجودة في العالم. والصراحة اليوم الموضوع هو على فكرة جدا شيق وكتير حلو، وزي ما حكيتي بالبداية القرع أو اليقطين أو البوبر كمان في الإمارات بيحكوا عنه، مش بس لصحة الجميع كمان وصحة المرأة كمان استثنائيا، لأنه فيه كتير فوائد يعني كتيرة ما شاء الله، يعني فاكهة ما شاء الله كتير مفيدة. فنتكلم الحين عن القرع وشو الفيتامينات اللي فيه وشو فائدة القرع لصحة الجميع وطبعا أكيد صحة المرأة. شهر ثلاثة شهر المرأة بامتياز. صحيح. أول إشي القرع أو اليقطين هو نبات متعدد طبعا الأحجاب والألوان، يمكن بعض الناس بتفكره بس لونه برتقالي، طبعا هو مش بس هذا اللون، في لون البرتقالي واللون الأخضر والأصفر والأحمر كمان. ويستخدم مرات مصطلح اليقطين لتحديد نوع معين من القرع، أو قد يطلق على جميع أنواع القرع الشتوي. هلا طبعا زي ما تفضلنا حكينا ان القرع هو يعتبر من الفواكه، لانه طبعا لانه فيه بذور، ولكن القيمه الغذائيه للقرع اكثر تشابها مع الخضروات مقارنه للفواكه. هلا القرع طبعا من ناحيه المكونات الغذائيه او خلينا نقول العناصر الغذائيه اللي تحتويها القرع او بذور القرع هي جدا واسعه، من اهمها او يعني بدايتها او اساسها هو الفيتامين ألف. طبعا هو يعني بيحتوي تقريبا على 426 مايكروغرام من فيتامين ألف، وطبعا فيتامين جيم وباء بي 6، ومصدر جيد كمان لفيتامين الهاء طبعا، وبيحتوي كمان على كثير من المعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز والفوسفور وطبعا الزنك. يعني احنا هلا بنحكي عنه بشكل عام، ولكن حنفوت هلا طبعا بفوائده، يعني شيء شيق يعني خلينا نقول. السعرات الحراريه في القرع طبعا تعتبر جدا قليله، يعني اللي ماكل هم موضوع السعرات الحراريه، لا هو جدا قليله في السعرات، وبيحتوي على 94% من مكوناته من الماء، وايضا يحتوي على فيتامين اسمه البيتا كاروتين، وهو طبعا الفيتامين بيتا كاروتين زي ما تفضلتي هو من اساسه للعيون، لصحة العيون، للتجنب انه يصير عندنا مشاكل في العيون او الامراض اللي المتداولة حاليا، موضوع العينين الالتهابات، هذا اساسه البيتا كاروتين. طبعا هذا من اساس القرع، وطبعا يحتوي على كثير من الالياف الغذائية وعلى دهون المفيدة الغير مشبعة. طبعا في شغلة بسيطة جدا بدي أحكيها قبل ما أفوت في الفوائد تاعته بالنسبة لجسم الإنسان، بغض النظر عن لونه وشكله للقرع، تشترك كل هاي الأنواع من القرع جميعها على نفس العناصر الغذائية اللي ذكرناها، يعني فبالتالي نفس الفوائد الصحية اللي بدنا نحكي عنها. هلأ من فوائد القرع على جسم الإنسان هي فوائد إلها كلها علاقة بالعناصر الغذائية اللي ذكرناها. فمثلا عندنا البيتا كاروتين اللي قبل شوي حكيت عنه، هو يحول الجسم إلى طبعا إلى فيتامين ألف، وأظهرت الدراسات إنه يقوي جهاز المناعة وبيساعد على محاربة الالتهابات، كما أنه فيتامين زي ما حكينا أساسي لصحة العينين.
أيضا غني بفيتامين جيم اللي هو يزيد من إنتاج كريات الدم البيضاء في الجسم ويساعد الخلايا المناعية على إنها تكون أكثر فعالية، كما يسارع في التئام الجروح. يعني الناس اللي عندها جروح بعد العمليات الجراحية، بعد بعض الأمراض مثلا اللي بتؤدي إلى جروح في جسمنا، هذا القرع بيساعد عليه لأنه يعني غني بفيتامين جيم. كمان أيضا كما ذكرنا غني كمان بمضادات الأكسدة، واللي هي اللي بتعمل على محاربة الجذور الحرة المرتبطة طبعا بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم والسكري، ويفيد أيضا بعلاج اللي هو خلينا نقول السكري الثاني أكثر، لأنه بيساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم. وقد أظهرت طبعا بعض الدراسات أن مضادات التأكسد الموجودة في القرع تقي الجلد من التلف الذي تحدثه أشعة الشمس فوق البنفسجية. طبعا في كمان إشي مهم جدا رح يساعد الناس اللي عندها مشاكل في الـ الإمساك مثلا، القرع يعتبر زي ملين أيضا، وتوجد نسبة عالية منه كمان في الحديد، مما طبعا بيفيدنا إنه ما ننصاب بالأنيميا، ويهدئ الأعصاب ويساعد على علاج الأرق. الناس اللي مش عارفة تنام بالليل ممكن كمان تاخد القرع أو تاكله أو زي وجبة عشاء زي شوربة، بتساعدهم على هذا الموضوع. وكمان مهم لصحة الفم والأسنان، لأنها اللي بتساعد على صحة لثة الأسنان. بسبب ليش؟ لأنه فيها كمان القرع موجود عندنا العنصر الغذائي اللي هو الكالسيوم، كمان بفيدنا لهذا لهاي المشاكل. طبعا في شغلة مهمة جدا يمكن ذكرتها في بداية البرنامج، إنه القرع بتوفر بكل الأشكال والأحجام، بس يفضل إن القرع اللي نعمل منه الشوربات أو الطبخ تكون القرع الصغير، لأنه بيقولوا دائما القرع الصغير هو الأكثر لذيذ، يعني إنه وثقيل أكثر، يعني فائدته أكثر فيه. وبنفس الوقت يعني يستخدم يعني بوصفات المالحة مثل الشوربات مثل العصيدة، الوصفات الحلوة كمان ممكن بنعمل منه، بنسميه إحنا القرع العسلي، كمان هذا يعني إشي مفيد لإلنا وممكن نستخدمه بوصفات كتيرة. فيعني القرع شو ما حكينا عنه كتير فيه فوائد، وبما إنه إحنا طبعا بيوم المرأة دائما بنقول كمان القرع لإنه نسبة عالية فيه عنده الماء، يعني 94% نسبة تعتبر جدا عالية في الماء، هذا طبعا بيساعدنا على ترطيب دائما وبيساعد البشرة والجسم بشكل عام. أنت بذكرتي أنه حتى يعني نقدر نأخذ المرضى السكر، أتوقع في وايد ناس تخوف منه لأن طعمه نقول بالعامية وايد حالي، يعني تحس فيه كمية سكر شوي كبيرة. مظبوط، بس القرع إذا إحنا ما نضيف عليه أشياء يعني مثلا سكريات من الخارج، ولكن القرع نفسه أصلا الكربوهيدرات اللي فيه هي النشويات المفيدة، لأنه فيه ألياف أول إشي بتحسسنا بالشبع. شغلة ثانية، القرع كمان حتى بيستخدم بوصفات لنزول الوزن، لأنه إحنا السكر الثاني شو أسبابه أصلا من أساسه؟ أساسه زيادة الوزن، مما أدى إنه الإنسولين عندنا صار يفرز بشكل هائل والجسم ما عم بيستفيد من هذا الإنسولين، فصار عندنا إصابة بمرض السكر 2. مظبوط؟ صحيح. إحنا إذا إحنا بناخد القرع كوحدة من الوصفات اللي نداوم عليها، لأنه أول إشي زي ما حكينا غني بالألياف، مما شو معناته؟ معناته نحس بالشبع أكثر، مما يعني كمان بيساعدنا على إنه ما نحس بشراهة أو ناكل أشياء اللي هي السكريات فيها عالية، فكمان يعني مما ينتج طبعا على إنه انتظام السكر عندنا في الدم، بنبطل ناخد الأشياء العالية بالسكريات، وبالعكس السكريات الموجودة في القرع، السكريات اللي هي بنسميها تحت الفاكهة نفسها، مش أنت إشي بتزيدي عليه من السكريات الخارجية خلينا نقول. فعشان هيك القرع، شوربة القرع جدا مفيدة، وكتير احنا من يعني بننصحها كأخصائيين تغذية من ضمن الوصفات اللي بنعطيها للمريض انه يداوم عليها، لانه بسبب كل فائدتها والعناصر الغذائية اللي حكينا عنها قبل شوي، زائد على الاحساس بالشبع وبساعد على نزول الوزن. جميل جدا، يعني ما شاء الله القرع طلع فيه يعني فوائد كبيره ممكن وايد من الناس ما كانت تعرفها. بس صحيح. لما نتكلم مثل ما انت ذكرتي استاذ عرين ان احنا نحبه يعني في الامارات نسوي عصيده، يعني والعصيده صحيح. يعني وايد نحبكم كريمين في السمن فيها وشي، بس خلينا نعطي افضل طريقه نقدر نستفيد منها من القرع. شو افضل طريقه نقدر نستهلك فيها القرع بحيث انه ما يكون فيه سعرات حراريه عاليه؟
زي ما ذكرت ممكن أكثر إشي إحنا الصراحة بالوصفات أو يعني لما بنحطها من ناحية السعرات الحرارية دائما بنحبذها تكون بطريقة سوائل، يعني زي شوربات أكثر، لأنه هو بس بيحتاج إنك أنت تغلي القرع وتهرسيه وتضيفي عليه المرقة أو المية اللي محتاجينها عشان تصير زي الشوربة. ممكن كمان تستخدميه مثلا حتى لو بدنا نعمل خلينا نقول عصيدة، ممكن إحنا نخفف من كمية الدهون اللي محطوطة في العصيدة أو ممكن نستبدلها بأشياء ثانية. فيعني ممكن إحنا إيش نعمل زي تحكم بالمكونات اللي بنحاول نعمل فيها القرع، ولكن زي ما ذكرت القرع الحجم الأصغر هو أفضل للطهي زي ما بنقول، وبنقدر نستخدمه يعني زي ما حكينا بالسوائل أكثر. إحنا نتحكم بكميات السكر أو الدهون اللي بنحطها للقرع، ولكن القرع ممكن يستخدم بكثير أشياء، يعني زي ما حكينا بالحلو بالوصفات المالحة مش غلط يعني، وبالعكس نستفيد منه بشكل عام. ممتاز، وأظن حتى الأطفال يعني ممكن يحبون القرع لأن طعمه شوي فيه حلاوة ولونه جميل، خصوصا نحن معظمنا يعني نعرف ما بالضبط، كتير القرع الأصفر اللون الجميل هذا عشان هيك ممكن نضيفه بالكيك، يعني هو بالكيك. صح يعني مثلا الأطفال عشان نقنعهم مرات بيحبوا المافنز أو الكب كيك زي ما بنقولها، يعني ممكن تضيفيه كنوع من مش حلو، مش هو في طعم الحلاوة، بدل ما تضيفي أنت سكر ضيفيه هو يكون المكون تاع السكر، يعني ممكن نهرسه جدا ويصير لين ونضيفه زي نوع من السكر بدل ما نضيف سكر من الخارج، يعني سكر أبيض بدل السكر الأبيض نستخدم القرع. ممتاز، هاي فكرة جدا جميلة للأمهات اللي حابين يدخلون القرع في أكل عيالهم بطريقة غير مباشرة، مثل ما نقول ممكن مظبوط نستبدل السكر في الحلويات في الكيكات صحيح بالقرع. مظبوط أستاذة عرين الزوربة، أنا شاكرة لك اليوم مداخلتك معنا بخصوص القرع وفوائده الصحية، وتعرفنا معاك على كثير من الفوائد للقرع مع يعني ما كنا متوقعينها، وغير شيء طمننا المرضى إن مرضى السكري إنهم ممكن يتناولون بس القرع طبعا بكميات محددة، كميات لأن محددة مظبوط الكربوهيدرات الموجودة فيه كربوهيدرات جيدة، وغير شيء في كمية كبيرة من الألياف موجودة في القرع فممكن تستفيدوا منها، فتسهيل عملية الهضم، والألياف تساعد حتى على تنظيم السكر والكوليسترول. شكرا لك أستاذة عرين الزربة، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، هذه المداخلة، ونهارك سعيد. يعطيك العافية، شكرا الله لك. يعافيك، شكرا. بعد القرع أعتقد في أجانب دائما تلاقون وصفات الأجانب يسوون منه الاسباجيتي الصحي أو الاسباجيتي النباتي، يعني في بعضهم يسوون منه بالشوكة على القرع ويطلع منه خيوط الاسباجيتي هذه بدل استهلاك المعكرونة أو الباستا المصنوعة من الكربوهيدرات. هذا طبعا الناس جدا شطار ودها تكون وايد يعني مع الفواكه وشي وزعلانة على الكربوهيدرات الموجودة في المعكرونة، لكن الناس العادية يعني ممكن تأكل معكرونة وتأكلون معكرونة وشوي قرع وشوي هذا، كل شيء بتوازن ما يضر، كل شيء بتوازن ما يضر، ما نصير ناكل كميات نقول والله دكتورة التغذية قالت لا أنا حتى لو عندي سكر وما أكل قرع سووا لنا عصيدة، لا كل شيء في التوازن. زي ونرد نقول رمضان إن شاء الله جاي فرصة إن يعني نعدل نظام أكلنا، نوازنه، وناكل من اللي في خاطرنا فيه، كل شيء ناكل، ناكل لقيمات وناكل هريس وناكل خبيز وناكل بلاط وناكل سمبوس وبكورة كل شيء تبون، لكن بكميات. ترى ناكل على الفطور، نجلس على الفطور صفة الفطور هاي وناكل عقب نندم، إينا صاهر بطننا يعورنا ما رم حتى نصلي التراويح، فأحسن بدل ما نندم ننظم البداية. فإن شاء الله يعني في العدد التنازلي احنا رمضان راح نجيب اخصائيين تغذيه يتكلمون لكم عن كيفيه تنظيم وجبات الفطور ان شاء الله. فاحنا راح نروح ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا موضوع مهم جدا، ومثل ما قلنا شهر مارس شهر النساء بامتياز، ما نحتاج احنا شهر يعني السنه كلها لنا، لكن يعني احنا بعد شي شهر معين بعد نحط عليه شيء نقول شهر المراه. بيكون هذا هو شهر التوعيه العالمي بمرض بطانه الرحم المهاجرة، موضوع جدا مهم كثير من النساء تعاني منه لكن ليس لها خلفية عن ما هو هذا المرض. فرح تكون معنا الدكتورة بداية عمرو أخصائي أول جراحة المناظير النسائية في مستشفى لطيفة، بعد الفاصل عشان تكلمنا عن بطانة الرحم المهاجرة، فابقوا ارتدبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل إن بطانة الرحم المهاجرة من الأمراض المزعجة للمرأة والتي تحول بينها وبين الإنجاب، لكن
دائما إن شاء الله هناك علاج وهناك دائما تطورات للحد من مثل هذه الأمراض والوقاية منها، وهو موضوع حديثنا اليوم بمناسبة شهر التوعية العالمي بمرض بطانة الرحم المهاجرة. يسعدنا تكون معنا عن طريق الهاتف الدكتورة بداية عمرو، أخصائي أول جراحة المناظير النسائية بمستشفى لطيفة في دبي. صباح الورد دكتورة بداية. السلام عليكم. صباح الخير عليكم والنور. السلام سرور. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. وصباح الخير للجميع وجميع المستمعين، وطبعا بالأخص طبعا النساء أكيد في هاليوم. يعطيك العافية دكتورة بداية وحياك الله في صحة وسعادة، وأشكرك أنك يعني اخترتي هذا الموضوع المهم اللي كثير من النساء تغفل عنه وما تعرف ما هو بطانة الرحم المهاجرة وليش يستوي، ويعني يكون عندها تأخر في الإنجاب، قد يكون عندها آلام شهرية أو غيرها، لكن لا تعرف ما هو السبب الحقيقي إلا أن يتم التشخيص. فنتكلم أول شيء، ما هو مرض أو مشكلة خلينا نقول بطانة الرحم المهاجرة وليش هي تعتبر مزعجة للنساء؟ صح كلامك، هو طبعا كتير إشي مهم وكتير من النساء ما بتعرف عنه، وخلينا نسميه مرض أكتر ما هو مشكلة، لأنه هو مرض معترف فيه بالعالم، ومجرد أنه مرض يعني بيحتاج أنه الإنسان أو المرأة أنه تشوف الأعراض وتتابعها وتروح على الأماكن المختصة ويتم العلاج. هلا في كتير ناس بتسميه انتباه لبطانة الرحم المهاجرة، ومن الاسم هو عبارة عن نمو نسيج مماثل للنسيج اللي مغلف تجويف الرحم بس في أماكن خارج الرحم اللي هي أكثر مكان اللي هو الحوض. فهذا النسيج بيبدأ بالنمو عادة على أماكن مثل المبيض، على جدار المبيض، أو على قنوات فالوب، أو في أسفل الحوض، وفي أماكن نادرة أخرى بتكون تنمو هاي الخلايا على جدار الأمعاء أو على أماكن نادرة مثل الكبد، مثل الكلى، مثل الحجاب الحاجز، وأماكن كثيرة. هلأ في الوضع الطبيعي المفروض أنه النساء النسيج اللي داخل الرحم يستجيب كل شهر للهرمونات، وبتحصل ما بنسميها العادة أو الدورة الشهرية، والدم بيخرج إلى الخارج. هذا النسيج بيستجيب نفس الشيء لهذا الهرمون، بس لأنه ما بيخرج للخارج فبيبقى في داخل الحوض، وهذا على فترات تتراوح ما بين 3-4 سنين، تكونات بسيطة من كل شهر بيبدأ يكون ما بنسميه الندبات أو تجمع الدم داخل الحوض. إذا كان على المبيض بيعطي إشي بنسميه أكياس المبايض، كثير ناس تشابه عليها الاسم أكياس المبايض اللي بنسميها أكياس الشوكولات. إذا كان على الأنابيب بيعمل التصاقات، إذا كان على الأمعاء بيعمل ندبات بتؤدي إلى مشاكل في الأمعاء وبتعمل هاي الأعراض. في العضلة داخل الرحم أيضا ممكن يكون في تجمعات لهاي الدم، بتأثر كثير على موضوع الآلام والحمل فيما بعد. مرض بطانة الرحم المهاجرة بحب دائما أذكر أنه في كثير من الناس ما كانت تسمع عنه زمان، بيقولوا أنه هذا إشي جديد، بس هو مش إشي جديد، بس لأنه الناس بدأت تعرف وتتوعى أكثر بالنسبة للأمراض والأعراض عنه، تروح تتابع أكثر ويتم التشخيص مبكر أكثر، فصار في عنا المرض، واللي هو أصلاً مرض شائع. يعني نسبة حدوث أو إصابة المرأة فيه هي 1 من كل 10 نساء في العالم، وهي تعتبر نسبة عالية. نسبة عالية جداً، يعني 1 من 10 يعني تقريباً كثير من النساء بيكون عندنا، مو مرض نادر. صح، وعشان هيك إحنا نتماشى مع الإرشادات العالمية في العالم وهيئة الصحة العالمية إنه منكثف التوعية بالنسبة لبطانة الرحم المهاجرة في الشهر العالمي للتوعية، واللي هو تم اختياره إنه يكون شهر مارس، شهر 3. فإحنا منكثف التوعية بالنسبة لهذا المرض أكثر وأكثر، ولا التوعية دائما لازم تكون موجودة عنه. جميل. دكتورة بداية، أنت ذكرتي إنه يكون مثل ما قلتي في تتأثر هذه الخلايا بنفس الهرمونات اللي تؤثر على الرحم نفسه، فشو الأعراض المختلفة يسببها غير الآلام؟ يعني أكيد في أعراض ممكن النساء تسمعنا الحين تشوف مثلا عندها هذه الأعراض فتذهب إلى الطبيب ويتم فحصها، شو الأعراض الأكثر شهرة وأكثر انتشارا لمرض بطانة الرحم المهاجرة؟ صحيح كلامك، أهم إشي إنه المرأة تنتبه إنه هاي الأعراض أعراض مش طبيعية وتروح على استشارة الطبيب. أكبر مشكلة منواجهها إنه المرأة تتأخر بالاستشارة الطبية، لأنه بتعتقد إنه هاي الأعراض أعراض طبيعية، آلام دورة أو شيء، هاي أعراض طبيعية. اللي بحب أأكد عليه إنه الآلام المصاحبة لآلام الدورة الشهرية موجودة عند كل النساء،
ولكن هذه الآلام المفروض تكون خفيفة وتقدر المرأة إنه تتعامل معها في حياتها العلمية العملية، وإذا كانت تشتغل خارج البيت داخل البيت عندها دراسة عندها محاضرات تقدر تعمل بهذا العمل، وبنفس الوقت إذا اضطرت تأخذ شيء يكون مخفف آلام طبيعي. ولكن الآلام القوية المصاحبة للدورة الشهرية بتضطر المرأة إنه ما تروح الدوام، تأخذ إجازات، ما تعمل عمل كان المفروض تعمله، أو تضطر تروح على المستشفى لأخذ إبر بالنسبة للألم. هذا إشي مش طبيعي لازم تراجع فيه. الشغلة الثانية كثافة دم الدورة الشهرية بحيث يكون غزارة وقوة ونزول كتل من الدم، هذا كمان مش طبيعي. في أعراض أخرى دائما بتكون مصاحبة للدورة الشهرية بس مش في وقتها، وقت الإباضة قبل أو بعد بتكون آلام قوية وبحيث أن المرأة بتقدر تميزها، هذا إشي كتير مهم. شغلة كتير بتغاضى عنها النساء إنه آلام في حركة الأمعاء أثناء الدورة الشهرية، عشان هيك بيتم الخلط بينها وبين القولون العصبي. لكن الآلام القولون اللي بتصير في انتباه بطانة الرحم عادة تترافق وقت الدورة الشهرية، إمساك شديد أو إسهال شديد أو آلام قوية أثناء التبرز وقت الدورة، كمان آلام قوية وقت التبول أثناء الدورة الشهرية. طبعا احيانا في اعراض بتكون غير مباشره، هاي بتكون من شغل الطبيب انه يحاول يبحث عنها، ولكن هاي الاعراض كثير مهمه بالاضافه الى الالام القويه اثناء العلاقه الزوجيه. معظم النساء بتتاخر في انها تعرضها، ولكن الالام القويه اثناء العلاقه الزوجيه كثير برضه مهمه ان المراه تنتبه لها. ممتاز. أحد الأعراض اللي أو أحد المشاكل اللي سببها بطانة الرحم المهاجرة موضوع العقم، فممكن نشرح للنساء ليش بطانة الرحم المهاجرة ممكن أن تسبب العقم عند النساء؟ طبعا أكيد. هلأ بطانة الرحم المهاجرة إلها علاقة قوية جدا مع موضوع العقم، ومش بس مع العقم، مع تأخير الحمل كمان. اللي بيصير في بطانة الرحم المهاجرة اللي شرحته بالأول إنه كيف بيتكون الدم خارج الرحم وبيؤدي لحدوث التصاقات. الالتصاقات نفسها بتعيق عملية انتقال البويضة المخصبة إلى داخل الرحم، فعشان هيك بيصير تأخير في الحمل أو حالات عقم. الشغلة الأخرى إنه تكون بطانة الرحم المهاجرة على المبيض نفسه بتؤدي إلى إعاقة عمل المبيض نفسه وجودته كمان، فبالتالي البويضات المنيحة واللازم تكمل الحمل ما بتطلع من المبيض أو ما بتتواجد. كمان الهرمون نفسه الطبيعي اللي إحنا موجود عندنا، طبيعة إفراز الهرمون كمان بتتغير. استقبال البويضة المخصبة في الرحم كمان بيختلف، لأنه جدار أو عضلة الرحم نفسها بيكون فيها بطانة رحم مهاجرة، فكمان نفس الشيء استقبال البويضة المخصبة بيؤدي إلى تأخير الحمل. كلها هاي بتؤدي لتأخير الحمل وكمان حالات عقم. إشي كتير مهم ننتبه عليه إنه عادة في حياتنا هاي العادية صار موضوع الزواج وموضوع الحمل يصير في تأخير، حتى مرات بيصير الزواج بس المرأة أو الرجل بيرغبوا بتأخير الإنجاب. إحنا عادة ما منفضل بتأخير الإنجاب، لأنه إذا كان في بطانة رحم مهاجرة عادة تأخير الإنجاب ممكن يأخر استكشاف المرض وكمان يأخر في علاجه، فعشان هيك إحنا بنشوف حالات أكثر وأكثر تتزايد بموضوع العقم وتأخير الحمل. في كمان شغلة كمان حبيت أحكيها، في كتير من بطانة الرحم المهاجرة تقريبا 20-30% من اللي عندهم بطانة رحم مهاجرة ما عندهم أعراض إلا بيجوا بموضوع تأخير الحمل أو العقم، يعني بيتم الاكتشاف أثناء محاولة الزوجين البحث عن أسباب تأخير الحمل، فنلاقي أنه في بطانة رحم مهاجرة. فعشان هيك أنا دائما بقول أي زوجين قرروا أنهم ينجبوا إذا صار في تأخير للإنجاب مدة سنة أو سنة ونص، يفضل أنهم يروحوا يعملوا الفحوصات الأساسية عشان بس يتأكدوا أنه ما في شيء له علاقة في بطانة الرحم المهاجرة. ممتاز. فهذه نصيحة الدكتورة بداية، أنه لما بعد الزواج يفضل ما نأخر الحمل، لأن ما نعرف هل هناك مشاكل تستوجب علاج، وأحيانا العلاج قد يطول، فيفضل دائما يكون في حمل بداية الزواج، وبعد هذا إذا الأمور زينة ما في أي مشاكل ممكن الطفل الثاني يعني شوي نأخرة، عشان يعني يكون في فاصل بين الطفلين. لكن مهم جدا ونحن في عمر صغير أو ما نتزوج نحن يعني نحاول المرأة أنها تحمل، عشان إذا في أي شيء يحتاج علاج يتم التدخل مبكرا. دكتورة بداية، قد تسأل بعض النساء زين
شو السبب؟ هو هل صحيح شو سبب ان بعض النساء تعاني من بطانة رحم المهاجرة؟ وهل صحيح ان والله بالوراثة، يعني اذا امي عندها انا بييني، اذا جدتي عندها انا بييني، ولا ما له علاقة بالوراثة؟ وقد يكون نمط الحياة يساعد ان في نساء اكثر عرضة من نساء اخريات للاصابة ببطانة رحم المهاجرة؟ طبعا اكيد هو السؤال اللي كثير منتشر، انه اول شيء شو سبب بطانة رحم المهاجرة. للاسف ما في سبب لهلا محدد انه نحكي انه 100% هذه الاسباب اللي بتحدد بطانه الرحم المهاجره، لكن في عوامل بنسميها خطر او عوامل بتزيد احتماليه الاصابه ببطانه رحم المهاجره. ومن اهم هاي العوامل اللي هي العامل الوراثي زي ما حكيتي، انه يكون في احد من العائله سواء من جهه المراه، الام، الاخت، الخاله، بنت العم بنت الاخ. هاي لازم تخلي المراه تنتبه انه في اذا في حدا واحد او اثنين تم تشخيص بطانة رحم مهاجرة، أن تكون أكثر منتبهة، أنه تنتبه للأعراض والتشخيص المبكر. أحد الأسباب الأخرى اللي هي بدء الدورة بعمر صغير قبل سن 11، أو انقطاع متأخر للدورة الشهرية بعد سن 50. كمان دورات الحيض اللي بتكون قصيرة أقل من 27 يوم، كميات الغزيرة اللي بتكون عادة في الدم أثناء الدورة الشهرية، أو زيادة من سمين مستويات الهرمون الإستروجين في الجسم، أو تعرض إله أكثر، عادة بيكون عندهم أكياس مبايض، أو زيادة كبيرة في مؤشر كتلة الجسم اللي بنسميها PMI. أحيانا بعض حالات المرضية بجهاز التناسل اللي بتؤدي إلى عدم خروج الدم بطريقة طبيعية، تكومه داخل أو ارتجاعه داخل، هاي أحيانا بنشوفها في بعض الحالات الوراثية. هلأ بالنسبة لنمط الحياة اللي حكيتيه، وهي نقطة كتير مهمة، نمط الحياة إله علاقة وأسوسيشن نسميها مع بطانة الرحم المهاجرة، وبدأت بالظهور أكثر وأكثر في فترة آخر 10 سنوات. نمط الحياة اللي هو بنسميه اللي ما في تمارين رياضية، ما في حركة، طبيعة الأكل الفاست فود، ما في الأكل الطبيعي، البيئات اللي بيكون فيها الصناعة أكثر والطبيعة بتكون أقل، هذا له علاقة في القوية في الموضوع، إنه بطانة الرحم مش بس تكون موجودة، إنها تكون لا من النوع الأقوى أو النوع اللي صعب إنه يتم معالجته. ممتاز دكتورة بداية، نمر على السريع على كيف يتم تشخيص بطانة الرحم المهاجرة، وهل ممكن تشخيصها خلال فحص روتيني بجهاز الألتراساوند، أو يحتاج لأشعة متخصصة أكثر، وشو هي طرق العلاج المتوفرة في مستشفى لطيفة لعلاج بطانة الرحم المهاجرة؟ أكيد هلأ التشخيص عادة ممكن يتم من الزيارة الأولى للطبيب إذا كان الطبيب مختص في بطانة الرحم المهاجرة، لأنه هذا الاختصاص بالذات يحتاج اهتمام للتفاصيل. فأنا مثلا المريضة لما تيجي عندي في العيادة، حتى لو كانت زيارة أولى، ممكن أشخص أنه عندها 80% بطانة رحم مهاجرة عن طريق الأعراض وطريقة وصف الأعراض. لكن في الطب العادي العام، أو مثلا طبيب العائلة أو طبيب النسائية العادية، بيكون صعب التشخيص من الزيارة الأولى، فبضطروا يطلبوا شغلات تانية اللي هي مثلا السونار الحوضي. هلأ السونار الحوض أحيانا كثيرة إذا ما كان معمول بمركز كمان متخصص لبطانة الرحم، ممكن يتم الالتباس، يقولوا عندها مبايض متكيسة أو كيس دموي، وهو أصلا بيطلع endometriosis، بطانة رحم مهاجرة. كمان ممكن المريضة يكون عندها بطانة الرحم المهاجرة بس ما عندها أكياس على المبايض، فبتصفي التشخيص بيكون صعب بالنسبة بس للسونار. بنطلب فحوصات تانية من ضمنها فحوصات دم بتبين معدل بطانة الرحم المهاجرة في الـ TNT125، وكمان نطلب صورة الرنين المغناطيسي، هي واحدة من أهم التشخيصات. نضطر أحيانا نعمل منظار تشخيصي في حالات كثيرة بسبب تأخر مثلا الحمل وما في وجود أي شيء على السونار أو صورة الرنين. المنظار التشخيصي يعتبر الجولد ستاندرد، يعني القاعدة الذهبية في التشخيص، المنظار التشخيصي، بحيث أنه نشوف بطانة الرحم المهاجرة بالعين. في أمور متخصصة أكثر صعب أنه نحكي فيها في التفاصيل، بس تعتمد على المركز المرأة اللي بتتابع فيه. بالنسبة للعلاج، أهم نقطة بالعلاج هو التشخيص المبكر. يعني التشخيص المبكر هو بيوفر علينا نص طريق العلاج، لأنه التعقيدات اللي ممكن تصير من بطانة الرحم المهاجرة في جزء كبير منها للأسف مزمن وغير قابل للارتجاع. لأنه لما تصير الالتصاقات، لما تصير الديستركشن، تدمير خلايا المبيض، بيكون صعب إنه نرجع للمرحلة السفر زي ما نقول.
فالتشخيص المبكر أهم نقطة في مسيرة العلاج. واحد. رقم اثنين، على حسب المرأة شو عندها. والله المرأة مشكلتها الأساسية هي في الآلام، بس مثلا مش الحمل مشكلتها الأساسية، لا في الحمل مش الآلام، العلاج بيتوجه لهذا الشيء. فالعلاج ممكن يكون فقط علاج هرموني بحبوب زي منع الحمل أو حبوب هرمونات زي دينوجست، نوع من أنواع الهرمونات، أو ممكن يكون علاج جراحي مباشر على حسب العرض. فالنساء ممكن تصير تقارن تقول أنا عندي بطانة رحم مهاجرة بس أنا أخذت أدوية، ليش غيري عندها البطانة وعملوا لها عملية؟ صحيح. فهو بيختلف على حسب التشخيص والهدف اللي هي موجود عندها. العمليات إذا اضطرت أنه تعمل العملية، وهي نوع من العمليات الدقيقة جدا في نعمل بالمنظار في بطانة الرحم المهاجرة، لأنه البطانة بتكون مندمجة مع المبيض، مندمجة مع الأنبوب، مندمجة مع جدار الرحم، فبالتالي لازم يكون في دقة في عملية الفصل، بنفس الوقت معالجة المرض وبنفس الوقت المحافظة على عمل المبيض وعمل الأعضاء الأساسية في الحوض عند المرأة. فعشان هيك بيكون مهم كتير أنه تنعمل في مكان فيه خبرات وفيه تخصصات. هلأ في أماكن كتيرة لبطانة الرحم المهاجرة في الدولة، ولكن المركز المتخصص في بطانة رحم المهاجرة هو في مستشفى لطيفة. عندنا بطانة رحم المهاجرة والمناظير كمان المختلفة. التواصل والمرضى اللي بيجوا عندنا ممكن عن طريق العيادات الطرفية المنتشرة في كل دولة، أكثر من 13 عيادة طرفية، التحويل بتم عن طريقها أو عن طريق القدوم مباشرة خلال الطوارئ بتم التحويل. جميل جدا، شاكرة للدكتورة بداية عمرو أخصائي أول جراحة المناظير النسائية في مستشفى لطيفة، مداخلتك معنا اليوم بخصوص شهر التوعية بمرض بطانة الرحم المهاجر، وأكيد الموضوع يطول ونستضيف إن شاء الله مرة ثانية عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. أنا شاكرة لك وجودك معنا اليوم ونهارك سعيد. احنا وصلنا الى ختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة، ان شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى الساعة الإذاعية هذه واستفدتم من مواضيعنا. الى ان القاكم انا ان شاء الله الاسبوع القادم، اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.